السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد الله أني مريض. ما كنقدرش نجلس الخط ديال ظهري بكثرة الكرسي، والله العظيم إلا جالس الآن أقسم بالله كأن الضو في الظهر ديالي، يعني ما كاينش الراحة، يعني يوميا جلوس الكرسي من الصباح إلى الليل، أقسم بالله ما خاطر. لكن ضروري خصني نخدم، ضروري ملزم خصني نخدم، ضروري خصني نبقى خدام من الصباح حتى العشية. والله العظيم الى هاد يومين خلاص ما قدرتش. هاد المكان اول مره في حياتي كيضرني، اول مره في حياتي كيضرني هاد الخط بكثرة الجلوس. ثم كنفكر في مسألة ديال المساعدات ديال الناس ديال الزلزال، نسال الله يرحمهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويشفي جميع المرضى ان شاء الله يا رب العالمين. كنشوف الوقت المناسب من اجل ان، لان صعيب تدير من ينوب عنك، فالامور ما كاينش الثقة في بيديك. وسبحان الله كنشوف الوقت المناسب. المهم ان شاء الله باذن الله نديروا الخير، ولكن خاص فقط اختيار الوقت المناسب، هذا هو الامر، اختيار الوقت المناسب. وقت مناسب بالنسبة لنا حنا، يعني أما الناس الحمد لله خدامين بفضل الله عز وجل وذو المساعدات، والحمد لله كشي ما شاء الله كيفرح. اللهم لك الحمد، هذا كيشرف المغاربة جميعا والمسلمين عامة على هذا الخير اللي كنشوفوه بفضل الله تعالى في البلد الحمد لله. يعني هذه المساهمات هذه هي رائعة وجميلة جدا، فالحمد لله رب العالمين. طيب ان شاء الله سنستقبل الحالات باذن الله عز وجل اليوم، نطلب الله تعالى الشفاء الجميع. يوميا كاين حالات، يعني ما شاء الله اليوم قيل غرقي غرقي واقف. البارح باش عرفت رصيت صافي ما قدرتش نصبر، خرجت من المكتب ركبت السياره، غادي كنتالم في السياره في الظهر ديالي. صعيبه تبقى جالس 17 ساعه يوميا، 12 ساعة 11 ساعة يوميا. الله تعالى الخير، الحمد لله الله تعالى الخير. حتى إشكال ما الناس خصك لزاما تخدم معهم، وكنت خدام وكتفكر في مسؤوليات أخرى خاص تقوم بها بنفسك، ما يمكنش تقول غتكلف شي واحد يقوم لك بشي حاجه باش تكونوا مرتاحين. راه ما كاينش اللي يقوم لك بشي حاجه على الوجه اللي انت باغيه نهائيا نهائيا، ما كاينش اللي يقوم لك بشي حاجه بالوجه اللي بالشكل اللي انت يرضيك وانت اللي تبغيه. وهذه بتجربه في مئات المواضيع ومئات المواقف، الا استثناء الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم صراحه كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم نفسهم حارة مكيعيشوش مزيان. كيكونو كثيري الملاحظة والأمور تكون واقفة على هادشي تعلمنا سبحان الله العظيم، هادشي تعلمناه وكنبغيوه في كلشي. لا حتى في والله العظيم الصباح دابا كان عندي، يعني حتى منات السيد الموظف اللي كانت منات الفوند ميراج كتقول لي اجي لا الترتيب كذا كذا، واخا دابا هاد الجزئيات اللي انت كتكلم فيها ما يمكنش، ولكن كضطر تكلم فيها.
الاخوات كذا، الاخوه كذا، ملي كتكلم شي جزئيات ماشي ديالك خاصه بشخصيه الاخر كتدخل تتكلم فيها لان ما عجبتكش، لان داخله في النظام ديال العمل، ملي كتكلم في الشخصيه كتكلم في التفاصيل اللي هي ماشي ديالك، ولكن انت ملزم تكلم فيها لان تابعه لك، لان عندك هنا. هذا مثال بسيط جدا. الله المستعان. يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. إيوا الكرسي يمكن للرياضة هو السبب. الخدمة الخدمة. الذين كفروا هذا هو اللي كيهدم الصحة. التفكير، الضغط، الجلوس والعمل، الماكلة ماشي في الوقت ديالها، والرياضة ما كايناش. والحمد لله رب العالمين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ويشرب الماء مزيان ولهم عذاب مهين. وحنا سبحان الله شوف بعض الله عز وجل، فضل الله عز وجل، الصحة مهمة جدا. علاش؟ أنت باش خدام مع الناس، إلا تصبت في صحتك ما تقدرش تخدم مع الناس، إلا جاك غير ألم بسيط ما تخدمش مع الناس، والناس محتاجة لك. الناس راه كتقطع الفيافي والبحار والأميال كاين هنايا كتسناك، ولو تمر على الإخوة كتسناك تخدم معاها. إذا إلا مرضتي غيولي حتى دوك الناس بساكن ضايعين في يوم يومين ثلاث أيام ربع أيام مغربين لعائلتهم وأسرهم، غيولي ضايعين. ولا مرضتي غتولي مسألة عذر قاهر أنك خاصك تجلس. إذا حنا أحيانا سبحان الله حنا العرب مكنفكروش تفكير إلا من رحم الله، نبقاو نعطيو فوق الطاقة تاعنا حتى كنطيحو، عشان نقول عيان مريض. هذا مشكل العظيم، عقلية صراحة، مسألة عقلية. كما قالت الأخت عاوتاني، كتكون نفس حارة كتنسى راسك، تنسى الكتزير، تنسى الرياضة، تنسى كلشي، تولي باغي غير تقوم بالأمور كيفما كتصور أنت يعني. هذا والله العظيم اقسم بالله من بالله اخواني اخواتي، والله العظيم ما قدر نجلس، والله على ما اقول شيء، الى الام لا يطاق. الام ما يمكنش في الخط ديال ظهري بكثرة الجلوس ساعات يوميا وشهور واسابيع وشهور. خصوصا البارح صبرت يومين دابا وهذا النهار، وخصوصا البارح ملي خرجت ركبت في السياره عرفت ان، والبارح ماشي البارح، والبارح في السياره عرفت انني وصلت واحد الدرجة خطيرة. والبارح ماشي وسط الدار، وسط الدار تقدر ديرها، لا آخر الدار، الخط اللي في آخر الدار. مشكلة. نعم أختي تفضلي. تفضلي. ماشي مشكلة عندها. لا واش غيدخل؟ حيت ما كتبغيش يدخل. مكتبغيش با يدخل معاها؟ علاش؟ شتي قال لي دابا قال لي كلشي. قول له شوف اللي يناسبك انت، قول له شي مقابل كلشي. فهمتي؟ شوف بيناتكم باش احنا تكون السيدة مرتاحة باش تعرف. صافي بحال ما عندهاش باش تدخل، ما عندهاش مشكل، شوف غير بنتك فهمتي؟ ربما شي حاجة غتقولها ولا ربما بنتهم شي حاجة فهمتي؟ دخل اختي دخل. إذا مكتبغيش با يدخل معاها ملي كتمشي عند الرقية، خصنا نعرف علاش. ربما شي حاجة نفسية، أسرية، روحية، إن شاء الله نصلحو بيناتهم بالرقية. كاين أمور أخرى والعقل بإذن الله عز وجل. ما عمر العلاج كيجيب بشيء يكرهه المريض نهائيا، حتى الدواء ما عمرك تفرض على إنسان شيء خصوصا المريض، لا تحبب إليه حتى تكون نتيجة بإذن الله. هادي الله اسمحوا لي على هادشي اللي كندير، ولكن راني ما قادرش، اسمحوا لي الله ماشي طبيعي ولكن راني ما قادرش.
هنايا. عليكم السلام اختي لاباس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. شكون هي الأخت اللي مرحبا بك اختي. احكي لي شنو المشكل اللي عندك؟ عندي طلعوا فيا مريم هضري انت انا شنو معنى ديك تاعي؟ السلام. السلام اختي. يعني اختك هي؟ يا اختي هي عندها سحر الموروث على السلالة والزهرية كيتقواو بالعين والحسد، وملك واحد ديال هاد السلالة والزهرية ملك واحد جمع السلالة ديال الأب والأم من قديم. دابا ملك واحد حاكم في جوج سلالات، سلالة ديال ماما وسلالة ديال بابا، هو أصلا ملك واحد من قبل ديال السحر الموروث. صافي سحر الموروث كيتقواو بالعين والحسد، قالك العين والحسد قوى من السحر الموروث، كيتقواو بالعين والحسد. والسحر المرصود في البلاد ديال ماما كاين كنز وفي البلاد ديال بابا كاين كنز. السحر المرصود كاين في الدار، كاين ثلاثة الأخت ديال الإخوة، كاين هي الأخت الصغرى وأنا متوسطة والأخ الكبير. الأخ الكبير عنده عين حورس، النجمة السداسية، العين القرصانية، وعين وسط الجبهة. هي كتشوف دابا هادشي كامل، هي كتشوفه، كتشوف بلي راه عنده العين القرص، العين عين حورس، النجمة السداسية، العين القرصانية، والعين وسط الجبهة. الأخت المريضة عندها النجمة السداسية، الصليب مقلوب، الهرم الثلاثي، وزهرية ديال الدم، زهرية سلطانية وزهرية العقل. أنا عندي عندي خط في عيني ديال بحال خريطة ديال داك الكنز. الخط ديال الكنز هي باش كانوا كيطلعوا فيها اول مره هاد 4 سنين ولا 5 سنين باش طلعوا فيها في طنجه، طلعوا فيها وكيشوفوا لي ديما في عيني، يعني ديما مقاب وخصها انا نكون معاها عند الراقي في اي خص. المهم انا ضروري نكون الوجود ديالي ضروري يكون حداها. وهما باش طلعوا قالوا باش بهاد الهضره اللي كتهضر هي، واخا هما كيطلعوا فيها ماشي فيا ولا في خويا، هما واخا كيطلعوا كيتكلموا على لسانها ولكن بعيني انا بداك الكشف اللي عندي انا. يعني قالك الا ما شفناش في عينك ما نقدروش حنا ندويوك، فحال داك الشيء اللي هما كيقولوه نشوف بعيني. ها هي بعيني انا، وانا باش كندخل معاها عند الراقي كتصمم ندخل معاها عند الراقي، ضروري ندخل معاها. انا عندي خط وسط العين، خط وسط العين كيقولوا خريطه ديال الكنز، وفاش كندخل معها عند الراقي واخا كيقراو عليها الرقيه ديال العين والحسد، انا كنتفوه وعيني كيدمعوا اكثر منها هي. انا اللي كنتفوه باش كنخرج من الرقيه الصداع في الراس، بحال انا اللي كنتصدع في الراس ديالي. وعاد عندي القبول بزاف من الناس معجبين، والناس فيما مشيت فيما مشيت بحال كيجلبوا الانظار، فحال كيجيبوا لك داك الناس باش كيزينوك في عينين الناس، باش الناس كلها تبقى تشوف فيك. وهذا وكاين دابا كاين السحر الموروث على السلاله الزهريه، السحر المرصود كل واحد هو شنو اللي عنده. هنايا السحر ديال النجوم والكواكب، وكاين السحر هي كتشوف السحر المدفون. دابا هذا السحر الموروث قالوا دافنين السحر الموروث الخدام ديالو جوج، شيطانه خطيره والاب ديالها الصقر. دابا هادو جوج خدام ديال السحر الموروث، وهاد الخدام ديال السحر الموروث دافني دابحين عليه جوج بقرات في واحد الضريح. وبداك هاد السحر المدفون بداك العظام ديال داك جوج بقرات، العظام بجوج بقرات والعظام ديالها هي، حيت قالوا هي نورمالمون طويله، هي كانت خصها تكون طويله، وهي النمو ديالها واحد الوقيته مابقاتش كاع كتزاد. بداك العظام ديالها اللي كان خصها هي الطوال خداو من العظام ديالها ومن العظام ديال داك جوج بقرات، داروا هاد السحر المدفون دفنوه في المقبره. هادشي شفتو. وهاد هاد السحر المدفون وهاد الشيء كامل كيسحروا به ماشي غير لنا، العائله كامله. وهنايا السحر ديال الدمية كتشوف راسها هي بحال الدمية، الدمية مربوطه في ملويه عليها الكفن ديال الميت وبالخيط ديال الميت، ومرميه في واحد الخلاء، وهداك الخلاء كتشوف خوها مشنوق فيه، خوها مشنوق فيه. وخويا هي وخويا دايرين لهم السحر ديال الجنون، السحر ديال الموت الانتحار. وهي براسها شحال من مره غير مؤخرا ما عرفتش واش سمعوك داك الاوديو، داك اللقطه الصغيره باش كانوا كيهضروا على راه غنقتلوها قبل ما نمشيو لعند هذا الراقي، قبل ما نوصلوا قبل ما تمشيو للموعد كتكت ما عرفتش واش سمعتيه ولا لا. انا دابا نسالي ونسمع ونوريك. وشحال وفي طنجه باش كنا في طنجه قبل ما نجيو لهنايا، جينا غير هذا العام، كانت طلعت للسطح لاجوندا والكتاب والستيلو فوق السقف، ما كاين لا ريح لا شتا لا والو، لاجوندا طاحت بوحدها. الناس هذاك السانكيام بانيين الطراسه عندهم بانيينها، لاجوندا طاحت بوحدها في السقف
فوق السقف، هي كيفاش تلاحت قصيره طلعت فوق السور وطلعت فوق السور وقفات فوق عادي انني نوقف ما خفت ما والو، وقفات فوق فوق ديك الطراسه دقيقه وكنقول ياه عاجبها الحال. عجبني الحال حتى طلعت واحد المراه اللي ساكنه في داك البالكون ما شافتني ولا حسات بي ولا سمعتني، طلعت قالت لي يا بنتي راه غطيحي وانا ما ديتهاش فيها مغيبه تماما. قال لك في داك الوقيته هذيك، في داك الوقيته هما طلعوا قالوا، قال لك في داك الوقيته صافي كنا غنلوحوها كون ماشي في مسلمه نقداتها، وهنايا وتما في طنجه قبل ما نجيو صافي كينوض شي صداع وشي غبات كتبقى تغوت كلشي كتهرس رضخ تعاير كلشي وتضرب وهذا هكا كينوض الصداع، كينوض داك الصداع كتبقى تغوت وهذا حتى صافي كتخنق كتقول لنا غير سيروا عند تخنق، كل ما هما قربوا حداها كتخنق خصهم يبعدوا من حداها باش يبعدوا منها حتى هما ما يخنقوهاش. وملي كتوصل داك الحاله ديال الغوات وديال الخنق كي كتجي هذاك الحاله كحال الاكتئاب كيديروا لها زعما راه حتى واحد ما راه كلشي مجموع عليه كلشي حاكرك، شدات داك الكارطونه ديال الدواء كتشرب الدواء النفسي كتقول لك صافي انا هذه كنت غنشربها كامله داك الدواء كنت غنشرب. قال كل ما شي فئه مسلمه كتنقدها كل مره كون 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 صافي. اخر مره غير هنايا في قنيطره باش جينا سكننا، الناس كنا مؤخرا في قنيطره اخر مره انا فيما كاينو شي صداع ولا شي حاجه بحال هكا بحال كيبغيو يقتلوها. قالت لك صافي مشيت للدار للدوش قالت لك زيد ورا هكا فوق العرق. قال كل ما شفت في المرايه شي حاجه هكا وقف في قالتني كتقول لها انت راه مزيانه انت شي حاجه كبيره انت هادي بحال اللي كترفع لها المعنويات. قالت لك صافي زيد ورا فوق فوق يدي وهما حتى واحد في الدار ما يقدرش يقرب ليا لكن هي مغيبه هي كتكون كان صداح مقلب كلشي نضرب لكن هي طبعا عليهم كاملين لكن انا العكس. وكاين سحر سحر بالام. دابا هذا الشيء هذا امتى جاريها هي؟ قال لك ملي السحر بالام دابا هي تلبسوا فيها جاب ليها هي هذا الموروث ملي كانت هي جنين في الكرش ديال ماما، ملي كانت هي جنين في الكرش ديال ماما بحال لا كانوا في ماما عاد دازوا ليها. دابا ماما ملي كتكون هي في الدار التاثير ديالها علينا حنا كاملين الولاد الخمول ما كتقدوا نديروا حتى شي حاجه والدار مرونه والصداع وهذا كتمشي هي كتسافر ولا هذا كنقدوا كنخفافوا كنخفافوا. وبابا كيقولوا فيه اعصار بابا ديما فيما هو طبعه ساكت ما كيجبد صداع ما كيدور في شي حد ما كيجبد مشاكل ما حتى شي حاجه داخل سوق راسو هما ما كيحملوش حيت الصلاه والدين ومزيان في العائله وخصو يبقى ديك الصوره ديالو مزيانه مزيان وهذا. هما شنو دايرين له؟ قال لك دايرين فيه اعصار فاش كيتدخل هو باش يحل شي مشكل اولا يدوي في شي مشكل كيكبر داك المشكل بحال لا كينوض واحد الصداع مع العائله ولا غير مع اختو يبغي غير يدوي مثلا في شي مشكل كيديروا له مشكل مع اختو صدق غدا في نص الليل غدا فحالها خارجه من الدار غير معنا حنا ولادو غيدوي لك في شي مشكل ولا يتناقش معك في شي حاجه صافي كتعرف ما يخلي فيك ما وهذا السحر الموروث كيسحروا بالدم ديالها بالنجاسه ديال خويا، خويا ما كيمشيش للتواليت كيسحروا بالنجاسه ديالو وبالدم ديالها والسحره الكبار في خويا وخا هو ما كيطلع فيه والو وخا بالرقيه وخا دار خدينا واحد البرميل ديال الثلج وكنديروا فيه الثلج والماء وهذا جرب هو جرب انا بابا ما حتى واحد فينا ما طلع فيه حتى خويا وخا فيه داك السحارة الكبار وداك الساحر الماسوني الكبير كيتحكم فيه وفي الفيسبوك ديالو هذا كيقول لك هو خدينا له الرتبه ديالو كامله هو ديما كان كيجي هو الاول وهذا. قال لك الماسوني الساحر الكبير فيه كيتحكم فيه كلشي كيمشي للفيسبوك داير له بلي غيمشي باغي يمشي للحبس كيدخل الفيسبوك كيدخل الفيسبوك يبقى يكتب داك المقالات السياسيه على السياسه وهذا كيدخل للعائله عند ماما خوال كيقولوا له واش ما كتشوفش ولدك شنو كيكتب راه غيجي هما كفحال لا كيتسناو له. قال لك حنا كنتسناو له غير الفرصه راه غير ما عرف كيفاش لدابا ما كيتسناو له غير الفرصه فين يمشي للحبس. وهو واخا في هاد السحر وهادشي حنا كامل اللي فينا كلهم كيطلعوا فيها. دابا داك الساحر الماسوني كيطلع فيها هي كيدوي فيها خاص هو كيدير خوك كيتابع النفساني لا ما بغاش ما باغيش ما كينعسش كاع غتلزمو الطبيب النفساني عرفتي علاش باش يكون كوثيقه حجه لو وقع شي مشكل قانوني سمعيني مزيان لو وقع شي حجه قانونيه يكون عنده هذا غير استئناس ماشي انت تعالج نفساني زعما غير باش كيحط واحد العله واحد المرض عنده اسماء مخصصه انه الانسان كيتحكم في قراراته في ارادته في كتيباته فهمتي كيفاش؟ هادشي اللي كاين هما الناس هما اللي في الجزء ديالها كيقولوا ليه يمشي باش ما يوقعش ليه مشكل وصافي هما هما كيتفاهموا هاد الامور غير احتياط باش واحد يستغل ضده. طيب كملي
صافي هو الساحر الكبير فيه هو والصحراء فيه هو هي اول مره باش طلعوا فيها في طنجه. دابا الجن باغي يطلعوا باغي يدوي ويتكلم اللي في خويا داك الساحر اللي في خويا باش يسكتوا ما باغينوش يعترفوا ولا هادشي يبان ولا ينكشف. كتقول لك انا فاش كيجي زكريا كيوقفني كيوقفهم عند الحد اللي هو باغينو يقولوه. فاش كتدخل هي دير مثلا البرميل ديال الثلج ولا شي حاجه ينفع يدخل هو تحبس هي يعني فحال هو كيتحكم وكيخافوا منه. فاش كتنوض محيحه حتى واحد ما كيقدر عليها لا بابا لا ماما كتنوض وكتلقى ساعه ضعيفه مره كتنوض بواحد الجهد ما يقدرش يحبسها شي حد. راه تقدر لواحد 12 متر صغيره ولا كبيره صغيره صغيره وخويا هو الكبير هي صغيره الولد هو الكبير وهي صغيره وهذه صغيره تقول لك نطلع للسطح في نص الليل طلع لواحد البيت واحد النهار دابا ملي كتجي عندنا العائله ولا في طنجه كنا في طنجه عاد جينا هاد العام كنا في طنجه ماشي حنا كنا في سلام قالوا درنا لطنجه سكننا فيها حيت تما اول شرفه ماسونيه وانا بالفعل كنت كنشوف في المجمعه الخماسيه السداسيه في البيت عندي وفي البيت مشروك ما بين خويا ما بين ماما وبابا نمشي لطنجه داكشي كثر هذه هي انا صافي وصلت لواحد الوزن ضعيف وصافي كلشي هي ما درنا والو تما هي كانت في طنجه ديك المده كامله تقريبا اللي كنا فيها بغي ما كتعرفناش كتهضر كنهضر معاها كتهضر معاها ماما فاطمه الزهراء واش عندك شي حاجه فاطمه الزهراء تاكلي قطع الماكله النعاس باليومين بثلاث ايام النعاس ما تشوفوش ما خلينا في داك السداري في القنت بحال الميت شعرها ما كانتش كتوشطو تخيل جينا لهذا ماما واحد يهضر جينا للقنيطره فحال باش جينا في الطريق وحنا جايين واصلا باش جينا القنيطره باش خلاونا نجيو من طنجه حيت فيها هذيك الشرفه وما عرفتش شي حاجه تلمس وما عرفتش شي حاجه عندهم ديالهم تما باش داونا يتقواو تما خويا لاصق في داك طنجه والو لا طنجه هي اللي غنبقاو فيها وكنقولوا له لا وهي ما والفاتش مره تما لاصق في داك طنجه امتى غنجيو النهار اللي تهرسوه كان غادي غير في الكازو من ورا العين غادي في الكازو طاح غير طيحه عاديه تهرس النهار هذاك اللي تهرس قالنا صافي نشوفوا ديك فحال التاثير قالك التاثير ديال داك الصقر الشيطان الساحر اللي كان فيه فحال حتى هو كان تهرك حيت كيكون نفس التاثير ديالو قالك ديك الساعه فحال اخويا فاق وقال في البلاصه فاش قالنا نمشيو في البلاصه انا كنقلب كنلقى الفيديو فيه واحد الريزيدونس كنتفاهم معاهم صيفطوا لي الفيديو صيفطوا لي الثمن تفاهمت معاهم على كل شيء لا غد ليه جاوا الدار جابوا فلوسهم كون ما درناش هكا جينا فحال هاربين كيحلفوا فينا والله ما سمشيو فاش جينا هاربين في الطريق وحنا جايين من طنجه لنا عاد فاقت عاد الوعي ديالها كانت مغيبه 24 ساعه على 24 ساعه من غير خارجين من طنجه وانا نهضر وشعرها كانت عام وهي ماشي هي ماشي هي في مره شنو كدير عرفتي داتنا المرجع تتقضى نمشيو للثلاجه بزز منا حنا الثلاجه عندنا في الدار كتقضى حتى 20 الف ريال تقضيه ديالها بوحدها تحضر راسنا وتكتب لك ماشي هي طيب وما ماكلوش طيب وربي عرفتي راه شحال ديال المحق كنهز الكتاب باش نكتب شري شري كيلو اللوز شري لي كيلو شري لي شي كلشي تقريبا شي 20 30 الف ريال ديال التقضيه الحين كتجيبو كتخويك قدامك في لابابو هكا كلشي كيتلاح كلشي راه ما كايناش كنسمعوهم وداكشي كتشري بزز منك والضرا ودير ديك عرفتي شحال تلاح كامله ماشي تلاح كلشي اما كتلاح كياكلو هما وديك الضامون كيتلاح بالعشرين والثلاثين عرفتي راه محقوله ثلاث سنين طنجه اربع سنين محقوله بالمحقول. وداك المده كامله ما كانتش كاع كدوش وشعرها ما كانش كيتمشط شعرها فاش جينا القنيطره شهرين وحنا كنفكوا في داك الشعر الشعر معقود درنا مشطو وكانوا كيقولوا بلي كيسحروا ليا بشعري كان شعرها بحال هكا معقود بحال لقيت ما كنقدرش نقيسو شعرها كان فحال فيه مثلث هكا عرفتي شحال وحنا كنفكوا عقد عرفتي شهرين وحنا كنفكوا غير في داك الشعر تخيل بنادم ما دوش ما يفك شعرو ما حقا دارو فهمت اما الرقاص مشينا عند الرقاص ما كيفهمش حتى واحد واحد كيقول لك لا اي خلي مازال نتحكم ديك الشيء خليه داخل خليه داخل لا ما بلا ما واحد في العايش واحد في طنجه كنمشي عنده داير خواسم وداير قال لك ينحر انا حاب باش نحار بحليها لا هو زعما كيحجي كيذبحهم ويلي وحنا بقينا عطينا قال لك 140 باش حيد لي الشيء اللي فينا كامل انا راه ماشي مشكل دابا المهم صبغ غير ذبح دابا شنو هو كيتفلى علينا ولدو صغير عنده عمايل بزاف ولدو عنده عمايل كيقول له ولدي اش دير التخ اجي ولدي قال تخ دير ولدي التخ دير ولد والله اللي كيتفلى
كلك بغيت يسالي منا عمقاش دار لا هكا زرق ولا باش ما بقاش عمرها تسمي درجع صافي باش عرف بلي راه ما غيدير والو صافي باش عمقاش دار لا كيعذبها والعافيه ما عرفش كيمشي عصيه هكا ويدير لها في رجلها ولا ما عرفش كي باش يعذب باش عمرها ما تسمي ترجع الرجوع ممنوع هي تعذبات ديك الدريه المعقول لا راه اما الرقص ما كاينش شحال عمرها مسكين 21 العام ديال الباك تماش تما فاش دوزت الامتحان صافي قالت لك جات كتدوز في الامتحان سمحت لي ديروا الضوء في عيننا هكا في الورقه ما كتبت حتى شي حاجه وهي جايبه 14 في الجهاوي سبحان الله وزدت شي حاجه ما تسمحش لها ما خلاش الباك ما خدمتش خدمتش حتى دابا حتى كبنت خدمت بنتي صغيره العام ديال الباك كتقول لك ما تخلوهاش داك العام هلكوني 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 الناس هلكني الطوبيس هلكني كلشي دابا علاش دابا دراسه ممنوع عدم هما هاد الشياطين على الاعلام اللي تما ملي صغار تبداو كيطلعوا الجيم كيبانوا دابا داكشي كامل كنقولوا ماشي مشكل دابا دايرين لها الموت قبل غير قبل ما نجيو عندك بنهار جينا نهار الحد الا هذا المشكل مع الدار صافي كنفكر في الامتحان انا راسي غندبعو وغنقتلو انا يتمنكم انا صاحب بيت خرجتو عليا خرجتو لي على الاعصاب ديالي وانا كل واحد في الدنيا كيخرج انا كلشي كيخرج عليا كلشي باغي يخرج عليا انا عيت من هاد الدنيا وانا غنسالي معكم وغتهناو مني انا غنسالي مع راسي قبل ما يوصل الموعد بلاتي انا غنمشي هاد العام غنمشي غندير هاد العام غنقطعو لان الموت انا ارحمني من بنادم انا بنادم مرحمنيش انتي ما كتحكميش في راسك مغيبه ماشي انت كتكلم ماشي هي ولكن داكشي كنحس به بزاف يعني الا مشيت للدار وكنت باقا معصبه فحال هكا ندير داكشي الا بقيت بوحدي نديرو دابا هاد الغوات يوميا كنت فيها كتفيقني دابا محاولات الامتحان تقريبا شي جوج ثلاثه ديال المرات دابا هذا صوت المراه بعدا هذا ولكن ديما دائما المشكل ديما المشاكل واش كدير كدوز واحد شحال كتقول لك وانا راه ما كنتش اناني انا عاد فقت حتى كيبغيو يقتلوني حتى كنمشي نعنق دابا دراسه الكلام اللي قالت كاينه شي حاجه انثى شي حاجه متعلقه بها مربيه ولا عاشقه ولا حسيده 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 هي اللي باغا هذا هو لان عندها غيظ عندها حقد عندها حسيده تفصل تاع انتقام هي باغا تفكش مع تبقى معاها دابا الحسيده هذه عندها قوه على الجسد يعني ودابا علاش ما طلعوش ما اكلوش عليها الرقاد حس دابا ما ربيتها انا هكذاك انا اللي ربيتها انت مربيه اللي قلت لكم شتي هكذا شفتي؟ انا مسلمه ماشي بلاصتك ما بغيتش هاجي قربي حتى انت مربيه هاجي محبه هذيك ما هذيك واحد علاش؟ غادي تخرجني لا ما شوفي ما كاينش حاجه بالقوه وبالقناعه وبالحب وبالرضا فهمتي؟ شويه عليا غير هكا عجبني الحال خذي راحتك اهضر معايا هكا عجبني الحال انتوما ما كتعاملوش معايا مزيان غنشوهكم صافي شوي حتى واحد شنو المشكل عندك مع الكرسي عجبني يليق بالمقام ديالك لا الحمد لله احترموني ما هو ضروري من الاحترام شنو المشكل عندك مع هاد السيد انا ربيتها منين كانت صغيره خديتها ليا بوحدي بحال زكريا بحال الاخ الكبير اها والكبير فيه الصحارى حنا مع الماسونيه خدامين انت ماسونيه لا انا ماشي ماسونيه انا يهوديه يهوديه خدام مع الماسونيه انا يهوديه انا فاش يدير ليا شي واحد شي حاجه كنكفر صافي انا تنبغي نموت انا ربطوني فيها تنبغي نموت شكون اللي ربطك فيها ربطوني الماسونيه وعلاش شنو السر تحكموا فيا لا علاش جاوك ليها انا ربحت مكانه انا قبلت من اجل المكانه ومن اجل ولادي ولاد. انا ولادي بعاد بعاد على الدار ديالهم دابا انا مريم بنتي نعم عليها تنبغيها تكون معايا بقيتيما حدايا دابا هذه بنتك وهذه بنتك حتى الاخ الكبير كلهم ولادك الاخ الكبير عزيز عليا بزاف عليها دمرته حيت عزك دمرتيه حيت ولد وعلاش دمرتيه هادشي اللي عطا الله هادشي اللي مكتاب ليه مسكين انا ما عندي ما ندير انا تحكموا فيا الماسون شي ليكي ما عندي ما ندير خصهم يصابوا وصاف نعم قدر الله تعالى قدر الله حتى يدير 40 عام خدم ما خدمش ها
الله، علاش تتسابقوا مع قدر الله؟ كلشي اللي كاين ما كاينش مزباني، كلشي في المكتب. خرجت ما خرجتش في المكتب. انا يعجبني الملكه بعدا جس ديال الملكه سامحني، انا يعجبني جسمها ويعجبني عقلها. انظروا الى طريقتها. نعم انا تعجبني، لن اتخلى عنها. نعم حقك، الا اذا كان مقابل. شنو المقابل؟ حريه. شنو الحريه؟ حريه اذهب من هذا الجسم. وصافي مزيان، هذا باه قلتي شرط زوين. نعم كل الناس عاو في الحريه تاعك ان شاء الله، لكن انا متردده اخرج بسهوله. عارف هادشي، انا عارف هادشي، وانا ايضا اعرف السحر من جهه والعهود المسؤوليه من جهه والحب من جهه، ياك؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولكن أنا راه أكثر من 12 عام وما وانا تابع الفيديو ديالك، والله جازك بخير ويرحمك الوالدين ديالك بس الحسنات. عرفتي شحال استفدنا بزاف باش طلعوا هاد المساقط هادو؟ راه ما شفتش. كنتو مرض من الصغر وما كانش عارفين. انا ما فيا والو، ما كانش فيا حتى شي حاجه، ما كنت حتى شي حاجه. حملت بهاد البنت، ولكن كنت عادية. ولكن هادي راه سلطانة، هادي ما تخلاش عليها بهاد السهولة. بنتي تشهر بحال داك الشهور غندابز انا وياه، ما غنتخلاش عليها. ما دابزوش، شوف ما دابزش معاك. لا لا انا داخله ندابز. لا ما دابزوش. لا واخا تتعامل معاهم مزيان، انا فمي سابقني ياك، كاية مع راسي، ما غاديش ديرها بيا. ثقه في راسك، ما غنتفاهم بطريقه، ما تشوفنيش باش تنهضر. ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. امين. ولادك مزيانين الحمد لله، منظر مزيان الحمد لله. ولادي قاريين واكلين شاربين، ماشي بحال ولادك. مزيان. اما انت غتبقاي تفرجي فيهم مزيان، غيخرجوا للشارع كيبكي هكاك. تعيش كنرتاح فاش كتبكي، كنرتاح عاد كنرتاح، حتى كنشوههم ديما بحال هكا هما كيبكيو، ولكن انا كنحس بالفخر ان لان ولادي حسن منا. حسن منكم. انت حيه سوداء. حيه سوداء. وانا ماما كنحملهاش. دابا الام ديالي بالحق واحد النقطه عندها واحد البركه كتعالج هكا. دابا الدراري الصغار اللي كيكون فيهم ديك بحال جداد. بحال كتفرج بحال كتفرج بدون مقابل. مرا مزيانه هكا ظريفه محبوبه. لا ما عنديش مع هذا الشيء. خاص الواحد يكون هكا سوفاج، يكون شويه قبيح. يكون ملاكم تيضرب. حيدوا عليا هاد الافكار ديال السينما وهادشي، دابا ما تيواتينيش. انا شويه امريكيه انا في عقلي. فهمتيني، انا ماشي بحال الشيخ نعيم تلبس انا الفوقيه. لا سمحوا لي، انا ماشي بحالكم. كلاس صح. ولكن انا شكون ظلمني؟ ظلموني العقول ديالكم الضعيفه. صح كلام، انا معك في هذه، لانه العالم ديالنا كبير عليكم. صح. شرير عليكم. صح. نعم كلام صحيح، الله يبارك معك، انا اؤيدك 100%. يومكم خير ان شاء الله. خير الحمد لله. وانت هاد السنوات كلها وانت كتعذبيهم، حتى مره ما حنيتي عليهم؟ حتى مره والو. وانت كتوقفي على السور في الدار؟ ماشي انا، واحد اخرين. الصقر اللي وقفها باش تبدا تحب، كان غير تيوريها الحلاوه ديال انها توقف فوق السور، ولا بغات تنتحر، بغات تلوح راسها، بغات تجرب، فقط غتمر بواحد التجربه ديال الموت، انتقال الى عالم اخر فقط. باش نعذبوا راسنا في هذه الحياه؟ نقتلوها يبكيو عليها شويه صافي. صافي والامر سهل. واش درت شي حاجه فيها العيب؟ راه العيب انكم نتوما ما تتقبلوناش، اما حنا كنتقبلوكم. كتقبلونا بالخير، كتقبلونا بالخير ولا بالشر؟ كتقبلوكم بالرحب والساعه، ولكن حنا تنستغلوكم. علاش نتوما ما تذبحوش الدجاجه باش تاكلوها؟ نعم حنا ايضا نذبحوكم باش ناكلوكم. هذه سنه الحياه. سنة الحياة. متفق معايا؟ متفق معايا. لا ما متفقش معايا، انت تتفلى عليا باش تعذبني انت بالثلج والزيت، وانا ما عنديش معاك شي. لا 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 لا.
شوف الله خلق الحيوانات منهم من يطير ومنهم من يركض. أنا حتى النظر إليه ما تنحملوش، راه غير باغا ندوز هاد الساعة ونمشي بحالي. ما غاديش تمشي راه هو راه تيفهمش راسو، ما بغاش يفهم. راه ديال النقطة اللي غنتكلم معاه، ما خصهم ما يمشيوش. دابا ولي علاش خصهم ما يمشيوش؟ أنتم غتمشيو؟ لا مازال. هنا كنتي غتمشيو، غتسيرو دابا. غتمشيو ما غيشدكمش. ما غيشدكمش، غدوزو عام جديد معايا إن شاء الله. باقي العام جديد. باقي العام أش من العام؟ يلاه جيتو دابا عند ربيع نعيم. يلاه وقولي له ينقدك. الله يعينكم جميعا ان شاء الله. يلا قولي لي ينقدك مني. اولادي اولادي انا رتبه ديالي، رتبه ديالي عطاها لي الله سبحانه وتعالى، ما تخلاش عليها. شنو ندخل في الرتبه ديالي عطاها لي الله، هي الرتبه ديالها والذكاء ديالها والجسم ديالها الفهم ديالها العقل ديالها. ايوا فهمتيني. بنت سلطانه، سلطانه كنتباهى بها بنتي بنتي، ولكن انا كون غير ربتها هي مازال انا نتخلى عليها. ربيتها انا، ربيتها انا بالطباع ديالي، نتخلى عليها ماشي عيب. هادشي هذا ماشي حرام. وطيب الطباع علاش عطيتيه؟ من قال انك امها؟ انا قرات في كتاب ما في علم الطاقه والكواكب والنجوم، قرات انه والديكم وانتم والديها لستم في الحقيقه والديها، نحن فقط دبدبات. صافي كملات. واجبيني على هذا الفهم. كملات. انا ذكيه بزاف، غتهضروا عليا، غتهضروا عليا. انا شتي دوك اللي جاو عندك اللي كنت كنتفرج معاها. انا اختار منهم انا. ماشي مشكل. قدرت عليا. نقول بسم الله. غتحطوا في نفسكم كاملين، نجيبوا 20 مليون تسكنوا معاه. مع اسماء وتسكنوا معاه. ما نخرجش ليكم انا. 20 مليون. نضيع عليكم انا. 20 مليون. نغلبوا ربيع نعيم. نغلبوا. ياه. شي حاجة ضعيفة، أنت أضعف حاجة بالنسبة ليا في الدنيا. هو الإسلام وأنت. ياه. والقرآن اللي موراك والتخربيق هذا ما عنديش معاه. ياك. تنحملوش. مسكينة. أش هاد الضعف أنت فيه؟ اش هاد الخدمه؟ تخلف. شهاد التخلف في الرجعيه. شهاد العقد. تقدموا شويه كلاص وغوتوا ضربوا. احنا عيشوا مثل الغابه. نعم. خلقنا من الغابه. نعم. الحيوانات، كنا حيوانات، كنا نبته، كنا اصبحنا انسان، فتحرروا. لا تتعقدوا. الفايد واحد فايد خد. لا تتعقدوا. مزيان. تتعقدوا. تكرفونا وتعصبونا. تعصبونا اضربوا. اضربوا. صافي. شي انت ساهله ولا لا ساهله؟ لا. والله العظيم لا ساهل. والله العظيم لا ساهل. غادي نخرج انا مقابل حريه. مقابل حريه. هي غادي نعمك فيها ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله تعالى. هي كانت حريه؟ عندي سؤال واحد. شنو علاقتك بهذه؟ شنو علاقتك بهذه؟ لأنني تعرف لماذا قلت هذه الكلمة؟ وهي الكلمة الوحيدة التي أطمع فيها. لأنني اكتشفت من خلال هذه البنت أنه حريتي أحسن شيء، وأنه ليس بتعذيب الناس سوف تكون شيئا. الحمد لله ومزيان. أنت قربتي من الحقيقة. فقط الحرية. أنت قربتي من الحقيقة. سوف تجعلني أنا. أنت اكتشفت أنني اكتشفت من خلالها أنني لست أنا. لكن عالمكم أنا لا أحب. دوخاتك الفلسفة والطاقة. نعم. دوخاتك الفلسفة والطاقة. نعم. أي دوخاتك. ماشي مشكل، نعاودوك البرمجة إن شاء الله الدماغية بإذن الله تعالى. أبشري. غير سؤالي، شنو المشكل عندك مع الأم ديالك؟ عنديش معاه مشكل. ما عندك مشكل مع امها؟ الماسونية زوجة الملك لسلالة المشتركة الأم والأب في مدينة وزان. أيوا. سؤالك؟ شنو المشكل اللي عندك مع الأم ديالك؟ مشكلتي مع الأم. مشكلتي مع الأجداد. أجداد الأم. قديمة. أجداد الأجداد و السلالة. يعني الأصل. ديال الأم. مشكلتي مع الأم أنهم أولادي، أنا قيدوني
لاخذ رتب اولاد الاولاد. انت اصل قنين هكذا زيد ها. وقالوا لي انك ستعيشين كالاميره وستاخذين كل شيء، الدماء العقل المال كل شيء. طيب نقول لكم حاجه كنت نتكلم فيه قبل ما تطلع الملكه، شحال جلسوا هنا؟ لا ما عرفتش، حيت باش نجيك صريح ونتكلم معك بوضوح، هاد الحاله غتبغي جلسات مطوله، حاليا ما يمكنش. انا خص نكون صريح باش ما نتسماش ما عرفتش اولا ما عرفتش اولا فشلت او هاد الامور ساهله وواضحه، غير هادشي باش نعاود برمجه خصك تكلم معها وتجمعها بخطه وخصك توصل تنصحها، وما يمكنش تقول لي غندير لها ساعه ولا ساعه ونص ولا، لان هادي خاصها تفهم بزاف المفاهيم غير هي بوحدها عاباش اللي بعدها. الا ما كانش جلسه مطوله ما غنوصلوا لوالو، وهادشي هو اللي لقيتو فيه كطول فيه سنين. حاليا مستحيل، علاش؟ كندوز 4-5 في النهار، فهادي خاصها تاخد نصيب ديال واحد 3 جلسات. فغادي نبقاو الا كنا غنبداو نديرو حصص عاديه غادي نضيعكم وغادي نفشو راسي. هذه نصيحه وامانه كنقولها في البدايه، غادي نولي كنضيع الوقت ما وصلش النتيجه وكنحمل واحد المسؤوليه عليا، واحد الملف بحال ما نقدرش نهزو، وانا الحمد لله قادر نهزو، ولكن في الظرفيه هي اللي كتحكم. انا كيتكلم الانسان كنبدا نراجع الامور، كنبدا نفهم داكشي اللي قلتي انت كاتبه وداكشي اللي كتقول، هادشي ساهل ماشي صعيب، بالعكس هذا اسهل من اللي ما كيطلعش ومزير، هادشي ساهل. غير نريد الخروج، هما مربوطين، هما كلهم كيهضروا معنا كلهم، نحن فهمنا كل شيء. دابا هادو في اخرى، نحن نخرج، هادو في اخرى، شوف اللي كتكلم في الاول، نحن نخرج مقابل الحريه. نعم، مقابل الحريه، الحريه تعني انا الشيطانه، الحرية تعني فهم الأصل الدخول وفك عقد الأسحار والموروث، يفكوني أخرج. وكل ما تريد أن تفك واحد غتصعد للكبير الذي يعقد عليه، غتطلع الكبير الذي يعقد عليه، غتطلع للهرم باش تحلو، ما غير باش يتكلم خاصك تحلو. أنت كيفاش الأمور ماشي بالتخال بالسهل، كيقول لك الموروث من جهة الأب وجهة الأم والتقى وغادي على الأجداد، فهمتي الأمور راه أنا كما كتكلم وأنا كان وانا كنحمل، فانا هادو بعدا هضروا ماشي دابا تاثروا بالرقيه بزاف، علاش بعدا الرقيه كيتاثروا ما يقدروش. دابا انا غير قلت لكم في البدايه ندير الجلسه، ولكن نوصل داكشي اللي قلت لكم باش نديرو دابا، انتم في الخيار بغيتو شي تخليوه الى حين مرحبا، بغيتو تديرو دابا راه غادي تضيعوا الجلسه ديالكم. انا كنتكلم انا شوف انا كنقول لكم الصراحه، انا اللي خدام مع الناس خدام مع الناس، ولكن الناس اللي لقيت راسي داخل معاهم في الخدمه ما كنتش تخلى عليهم. اما حيت انا دابا باش نقول لك نزيد على دابا الحياه يعني كله معقد، باش نزيد عليهم حاله اخرى معقده غادي نظلمكم. صعيب ماشي صعيب، غنظلمكم حيت النوبه ديال الناس ماشي نوبة الناس، نتوما غادي نجيب مفتاحكم، أنا ملي غناخد مفتاحكم ملزم أني ندوزكم، وأنا عارف شنو خصني ندير وما غاديش نديرو، ظلمتكم ولا لا؟ السلام عليكم. حيت ما داكشي خصني ندير عنده مسألة الوقت، ماشي مشكلة ماشي أي حاجة غير المسألة ديال الوقت. أنا والله ما كرهت ندوز غير جوج في النهار، أقسم بالله ماشي قضية الفلوس ولا، أنا نبغي ننجح مع الحالة، شي نطاشر غير القهوة ونمشيو الناس فرحانين عندي الأجر. ولكن مخنوق بشي مشاكل كانت قديمه والتعجيلات، هادشي اللي كاين والله على الرحب والسعه، بالعكس هادي بحال اختي ولا بنتي ما عنديش المشكل. غادي نقول لك دابا حاليا والله ما عرفتش نقول لك انا، ولكن راكم ضاغطين الشغل راكم ضاغطين الشغل، ولكن انا فاهم زعما انا فاهم 12 سنه راه كنت مصاحبه انا داكشي والله الرقيه اش كديري دابا حاليا في الدار؟ غنجلسها حبست الماء غير
تخرج بوحدها. اش كدير؟ والو جالسه جالسه كنتسنى غير نقرا والو ما نقدرش ما نقدرش يطلقوني نخرج نقدر ما نرجعش دروك يغيبوا ما نرجعش شديك في الدار كنخرج غير معاهم دروك في الدار ولا كنسحب من حقهم من حقهم بغيت غير نقرا كنخاف غير ما بغيتش غير القرايه تضيع وصافي اما اي حاجه مش مشكل شنو غتلقاو هنايا في مراكش حال دابا نسافر قشعر وانا راه كلشي عليك انا ما ما عرفت حنا راه ماشي دابا راه شحال كنتصلوا شحال عرفتي والو حنا كنت كتبعوا مع الزوجه ديالك كتكتب الله يرحم ليك الوالدين خرجنا ترحم الوالدين حنا دابا دابا فئات مختلفه فئه مسلمه نحن دابا الشياطين الشياطين شتي راه الشياطين وكيقولوا الشياطين اللي بقينا الشياطين حنا بقينا داروا لينا الثلج تعذبت بزاف بزاف واخا نشوف داك ندير جلسه نشوف ما تخلينيش نتخلى نتخلى نشوف شنو بسم الله تولي ان شاء الله تولي صافا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا وهي القلوب اللينة والقلوب التي تحمل في دقاتها خيرا وحبا وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الحب والخير ولا شك أن كثير من الجن لهم قلوب وأفئدة تحمل حبا وخيرا فأسأل الله جل وعلا أن يعينهم وأن يوفقهم لكل هدى وفضل وبر وخير هذه نعمة من نعم الله جل وعلا أن العبد يستشعر الآخر ويتنفس أنفاسه ويشعر بمعاناته ويأمل في بره وفضل وخير وشفائه بفضل الله تعالى سواء كان يسيرا أو جنيا فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وهذا هو الأصل أن كل عبد من عباد الله جل وعلا يحب الخير لخلق الله أجمعين سواء كانوا إنسان أو جنا أو حتى الشياطين فيرجو لهم الهداية والتوبة ويرجو لهم الخير والصلاح في أنفسهم وأهليهم وذويهم وبهذا جاءت قواعد الشرع ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا شك أن الكفر ملة واحدة لكنه رطب في الشر وفي الدمار وعلى رأسه في هذا الزمان الهرم والشيطان إبليس والماسونية وتتنافس قلوب الشر ونفوس الشر إلى ولاء وإلى بيعة وإلى قرب من إبليس وهذا العالم تحكم أسرار غريبة وعجيبة وقيود غريبة وعجيبة وسنجلي بفضل الله تعالى بعضها مع هذه الأخت مع هذه الجلسات فإن السر موصول للأب والأم ثم سوف نبين لماذا ازدادت الحالة فتنة وشدة ومحنة في طنجة وما يقولون بما سمي الشرطة والأصل هناك سنبين بإذن الله تعالى أحوال
فالأمر ليس عبث، إنما هو بعلم. ولهذا كانت في غيبوبة دائمة، لا تستطيع أن تتذكر شيء أو تتحكم في شيء، وهذا أمر يقر به الجميع. وسوف نأخذ إن شاء الله بالعقول والألباب إلى فهم إن شاء الله تعالى، ليس فقط قلوب وألباب الإنس حتى الجن، حتى تفهم مراد الله عز وجل وتفقه بإذن الله تعالى وتأتي الله جل وعلا. فبفقهها وعلمها يتضح كل شيء ويسهل بفضل الله تعالى كل شيء. فإن الأمر مسألة فكر ووعي وفهم وإيمان، كما قالت سلطانة، كما قالت الملكة الحية الحاسبة المربية. فالأمر بفضل الله تعالى سهل ويسير، لكن يحتاج إلى بعض الخطوات حتى يشرب العلم النافع وكذلك العمل الصالح. والحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما رأيناه وسمعناه هو قوة وحقيقة تعاني الأسرة بأكملها، يعني أشياء حقيقية تعاني الأسرة من سلوكيات وتصرفات وأهوال وأخطاء، حتى تحاول الموت والقتل وتحاول الانتحار. تقف على في أعلى السطح أو في شرفة البيت على جنبات ممكن تسقط تموت، وتهدد بالقتل أشياء سمعناها غريبة وعجيبة كثيرة جدا. إذا هناك أشياء حقيقية يعاني منها البيت، سواء كانوا ذكور أو كنا إناث، الأمر واضح. وما سمعناه وأنا على يقين واضح ما هو إلا القليل واليسير. فلا يمكن للناس أن تحكي لك كل المعاناة، لا يمكن للناس أن تحكي لك كل ما تعاني منه. فنسأل الله جل وعلا، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى وفعلا كل خير. اعطيني غير اتساع ما بغيت حاجه، ماشي الحال. طيب بالنسبه لي الاب قالوا على انه انسان هادي، انسان وديع، انسان قلب الدنيا كلها. نعم، لكن لكن اثناء النقاش اعصار، اثناء الحوار يصبح اعصارا. نعم، هذه كلمه يصبح اعصارا. نعم، يعني تتقلب أحواله فجأة ويتغير فجأة. ويقال على أنه حتى مصاب بالموروث من والديه، وأن الأم مصابة أيضا، لكن أثر عليها علامات الإصابة لا تظهر، علامات الإصابة أبدا. تنروب لنا الدنيا، أنا تنفرس، غير تنفرس، لكن نوض غير صداع، أنا تنفرس. دابا غنخرج بحالي، عييت أنا من عييت حيت عييت، علاش تنرون حيت عييت انا؟ والله عييت انا، جزاك الله خيرا. فكني. من انت؟ انا الرباله عايشه. انا ربيتهم بطريقه حتى حمقتهم. اقسم بالله الرباله صافي، راه من قد الرباله بين الام والله. جننتهم. نفكروا غادي نمشي بحالي. شحال عام في العام الرباله؟ ويلي انا كنت ماما. وبابا. ايوا. ماما وبابا كانوا ديما مدابزين، ديما الدار مروبلين. صاني؟ علاش هاكين هكا؟ هو ما كي تتقبلوش. هو الهضره واخا تكون انا ما درت الحاجه، قلت لا درت، وهي اصلا انا ما ديرهاش. دابا فاش كندير نقول له لا انا درت صافي. صافي صافي. كتعرف صرا مع انت لمسه مع الحاله. قلبوا على المشكل. عرفتم هو كيدير داك الشيء. طيب الرباله. أنت معهم منذ الصغر؟ نعم. وكنت مع الوالدين؟ أنا حتى في الأب دخلت، حتى في الأب. واش دخلتوا؟ سحر؟ نعم، بدم هذه. كيفاش دم هذه؟ أحسن دم نختاره، حنا تجمعنا سلالات كاملة. شنو كنقول لكم في الدروس؟ سلالات كاملة تجمعنا. هذه أقوى إصابة من أخواتها. اشتركنا تنسحروا بدم واحد اللي هو أحسن دم. أيوة. اللي هو الدم هذا. أيوة. والدم ديال ولد عمها. ولد عمها نفس. وشوف علاش شاول ولد عمها، شوف. نفس السن ديالها. زادوا بين 15 يوم. هو تا هو سلطان، تا هو سحروا بالدم ديالو تا هو. يسمونه سلطان. ولكن هما ما نعرفوش. ما نقدروا
والخمره هذا ما ماشي بحاله. لا هذه قضينا عليها هذه كثر هو خدام قتلناها قتلناها حمقناها حقرنا عليها عرفتي عرفتي عفطرنا عليها عكسنا عليها حضرنا عليها هكا هكا وكل نهار ماشي غير حفسنا عليها وصافي لا كل نهار نعفسوا عليها باغي نقتلوها مسكينه ماشي حنا حنا مقيدين الماسونيه سمحي لي سمحي لي نبوس لك يدك صافي نبوس لك يدك بحكي شويه بحكي بحكي شويه الله يقعدها ماشي مشكلة هذه عادي حنا مزيانين كتقولوها في الفيديوهات حنا مزيانين حنا احسن من البشر انا عارفه نفكر نمشي بحالي نمشي بحالي شحال واحد نتوما في البدن حنا الكثير حنا كذبنا عليهم حنا كذبنا حنا قلنا باللي حنا طلعنا كفئة مسلمة باش نكذبوا ايوا ولكن غير باش نمشيو بحالنا غير باش نقولوا لهم بلي حنا بغينا ربيعنا ونمشيو بحالنا احكي شحال واحد نتوما في البدن لانه انت معك جنود جنود من الله كبار ياك يفكونا نعم يا ما شاء الله قول لي دابا شنو قول لي شنو شنو اللي شنو شحال واحد نتوما في البلدان نحن الكثير مثلا يوجد ثلاث ملوك اربع سلالات لكن ثلاث ملوك ونحن عدد لا يحصى بقى معايا ثلاث ملوك اربع سلالات شنو قصدتي بها انسان واحد تعرفه مريم يريد أن يتزوج بها هشام سلالته وسلالة سلالة طليقها وسلالة أنت مطلقة؟ نعم سلالة الأم وسلالة الأب لكن ثلاث ملوك على الكنوز اختاروا هذه على ليسحروا بدمها على الكنوز لكي يقتلوها وعندما ستموت جثتها سيأخذون جثتها وسيقضون على الجميع بجثتها سوف يسحرون هذا هو هدفهم لقد سمعت الاوديو هذا هدفهم شو اللي هكذا كانت سوف تقتل نفسها طيب شكون اللي كانت تتكلم في الاوديو الاوديو نحن جميعا جميعا نصعد ونصرخ فقط لنظهر نحن الان خلاص أقسم بالله أننا نريد الخروج تعذبنا كثيرا وأنا كتبقى فيا هذه البنت أنا ما نبغيش ندمرها أنا أنا الماسونية ربطونا ربطونا هكاك يدي مربوطة من هنا كنحس كنحسو بحالها ومن غيزها اليوم منا غيقتلونا حنا كنديرو التلج عندنا برميل هذيك البنات ديالنا تفكينا بالثلج حنايا تفكينا بالثلج غير حنا في حالة نبقى لي واحد الحال قلت ندير تفكينا بالثلج باقيين حنا غير في الجيش انا كنلبس واحد المده طويله هي اش كدير كيديروا لها واحد الوبس اللي يقدروا يتحملوا صافي ما كيقدروش كيخرجوها وسحروا ولا ما تدخلش ديك البرميل ولكن انا كندير كان انا ما كنحبش راك انت ملي كتشتي عليك الضعف نتاعنا تبع هي ما كتس احسن ملي كندير انا وكدير بنتي هذه واخا كيسحوا ولا ما يخلوهاش دير كتقول لي تقدر دير ملي كندير انا وهي كتضعف بزاف كتولي مزهقه واخا ما ديرش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا أطفأها الله كلما أوقدوا نارا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام للعبيد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى 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 إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق وهو بالأفق الأعلى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا
يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا ينكرون الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا نسمع بداية إلى كل الأبارزة إلى الصقر وإلى الملك وإلى الطيار وإلى مع السلالة على الزهرية مع على أصل الأب والأم أذكركم بإذن الله جل وعلا وأنتم في الإصغاء والإنصات والاستماع أذكركم أن الله تعالى ربي وربكم واحدا أحد فرضا صمد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أن الله سبحانه طيب لا يقبل طيب وجميل سبحانه يحب الجمال أما من جاءوا بكم وسلسلوكم بالسلاسل القيود والأقفال والأغلال فهم ظالمون آثمون تركبوا معنا ولا تكونوا مع الكافرين فنذكركم بداية بفضل الله ورحماته وبركاته سبحانه وتعالى فهو الذي ينجينا وينقذنا ويشفينا وينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا فرسالتي بإذن الله جل وعلا إلى خدام الدماء والزهرية إلى من تلبسوا بعدما علموا سحر الدم وسر الدم وبركة الدم وقوة الدم فاستوطنوا في الجسد بأسراره ببركاته ولقوته فأذكركم من تلبس بهذا السر من أعلاها إلى أسفلها وفي يمينها وشمالها أذكره أن له ربا عظيما يعلم السر سبحانه وتعالى وعليم بحاله وبأنفاسه عليم سبحانه جل في علاه بسره وعلانيته عليم سبحانه جل في علاه وهو الله الذي لا يجل شيء ولا يمنعه شيء الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما فالكلام الآن إلى الكبير وحينما يدعو الكبير في الإصغار والإنصات فالكل يتدبر والكل كذلك يتأمل فلا يتقدم أحد ولا يتأخر يخرجوا الطير خلق الله جل وعلا الصقر خلق الله النسر خلق الله الباز خلق الله قل ما شئت وعد أسماء كثيرة يتشكل بها الجن الطيار الملك يأخذ في شكلها يأخذ في أجنحتها يأخذ في مخالبها نعم وهو خلق الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم
خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نار من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تأخذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة
بعده فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهانتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون الحجة بآيات الله البينات ونعب بإذن الله تعالى حتى نزيل الشبه التي ربما فسقت وعيقت بأحوال الأفارسة والمنسون والشياطين والسحر والكفر فمن تحرى الإسلام تحرى رشدا ومات إلى الله جل وعلا تحرى خيرا وفضلا ونورا ورشدا فأدعوكم من الله تعالى إلى الحية السامة الملكة أن تعلم أن هذه ما ظلمتك وأن هذه الأمة ما ظلمتك هذه الشابة ما ظلمتك وما آذتك واعلمي أن التملك لا يعني أن يكون قهرا وقصرا وجبرا وكسرا فهذا ظلم واعلمي أن لك أبناء وذرية كما أنك حريصة على فلاح ونجاح فكذلك الناس فلها بفضل الله تعالى جمالها ونفسيتها وعقلها ولها بفضل تعالى دراستها وآمالها وآفاقها وأحلامها فلا تكوني معول عدل وكوني بفضل الله تعالى خيرا لا شرا وأني بإلى الله جل وعلا وأسأل الله أن يصلح قلبك وقالبك وظاهرك وباطنك ومسلك في الدنيا والآخرة فإن الإنسان ليس خصما ولا ندا إنما هو الشيطان الذي جاء بأم الأسحار التي عقدت وربطت وصفدت فظلمت وإذا سألت نفسك فإنك ظالمة العمل الذي أنت عليه ظلم وهذا ظلم ولا يجوز العمل الذي أنت تمضي عليه ظلم والله تعالى حرمه ما شرعه سبحانه وتعالى بل حرم الظلم سبحانه على ذاته وعلى نفسه وهو الله الملك الغني القوي سبحانه قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم فلا تظلموا وما ربك بظلام للعالمين سبحانه جل في علاه فأنيب إلى الله وأعني على الإسلام والإيمان والتوبة والأوبة وأصلح ما أفسد يجب ذلك أجر عظيم أنت والصقر والملك كل من معكم بإذن الله جل وعلا واعلموا أن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويخلع شمل حالنا قال الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شو ما تمشي وش تسنوا هنا تخلط طاعة وتسنوا مشي وش أحتاهي لا ما تمشي وش كل شيء معكم ما شو أنتم مو الأب معنا بابا صار في أخوكم مجر لا قلنا جش شحال ديري ما تقوى مصبيرا حامل صافي روح خلصنا ما شاء الله شكرا لا ماشي مشكلة سحر أشوف ومرة ماشي معقد هاي تحلق بحيث شوية أبقى صحيح السلام عليكم ورحمة الله كما يقال فوق طاقتك لا تلام كان الشعور النفسي بين أمرين
بين امرين. انا عهدت نتكلم في كل شيء بالصراحه. خويا المكيف كان شرب نفسي بين امرين. الامر الاول التعب. اعطيني واحد شويه 5 دقائق لحظتك. كان شعور ب تعب يعني كنت ملي ما كنقدرش نركز صراحة نقول لكم ما كنقدرش نركز علاش بالالام صعيب. دابا انا بين امرين كيف غادي ندير؟ ما يمكنش الناس خصها تدوز. انا عندي الالام ما يعرفو غير الله عز وجل. دابا المشكل نصبر الالام وكي كي ملي كتكون الالام ما يخليكش تركز. وانا خدمتي بالتركيز. انا خدمتي ماشي خدمة الرقاد الاخرين. انا اي ما اقول جيدا انا ماشي علاش الناس راه عندهم قصاص مع الرقاد باش كيجيو عندنا. يعني خاصك تفكر وخاصك تمشي بواحد السياسة عابش القوة. ثم الايام كلها كتشوفوها قراءة وقوة وكذا الحمد لله. يعني كتجمع جميع الاساليب. الاشكال دابا هو كتكون مريض كي غادي دير وما يمكنش نخرج تقولي لا الشخصية ترتاح. لا ما يمكنش. الناس ما ترحمش. وانا باغي نحيد الناس في نفس الوقت ما بغيتش نظلم الناس. والله ما انا والله ما عرفتش ندير. وكاع واخا نخرج ما خصني نخدم ولكن نخرج نشري غير شي بلاندا وقيله نمشي ومعليش نقص. والحالات كلها مستعصية صراحة. خاص الحالات كلها مستعصية. 5 في النهار مستعصية. والله الا ارهاق التام اقسم بالله. انا كنعرف وكلشي الحمد لله اللي كيخرج كتوصل معاه الخطوة غدا كيجي راه واحد البرنامج غادي الله المستعان. كلشي على هاد العبد يعني كتنفر. خاصك تمشي تخدم معاهم كتفكر في الاخوة المساعدين برنامجهم مع الاخوات برنامجهم. يعني كاع الحالات انت كتفكر فيهم ضروري كلها كتمر عليك. كل الملفات كلها كتمر عليك. هادوك الخمسة اللي كنتناقش معاك فيهم كيبقاو يدورو كيجيبو لي الملفات شنو وقع مع هاد المساعد شنو غندير الشيخ شنو يخدمو المساعدين شنو يخدمو الاخوات شنو كدا. اضافة للخدمة ديالك انت خاصك تخدم يوميا. وصراحة الارهاق الذهني وفي التسيير وفي الصحي وهادشي والله ما بقيت قادر صراحة. ولا تعبتي ومرتي غتولي بحال فاشل كانت كتدوز الناس. وانا ما نعرفش ما نقدرش على القضيه. الناس كلها جايه عقد امال لا غتعالج. واحد اخر ما يتكلمش على الامور علاش يتكلم؟ يعالج الامور بالعقل وما يقول والو ولكن ما يكونش فيها صدق يعني صراحه. كنشوف شي دابا الناس هنا في الاستقبال والله الا كنشوف كل واحد جالس كنشوفهم في الاستقبال انا وكنشوف فيهم وكنعرف كل واحد شنو عنده شنو كيتسناه. فهمني مزيان انا الان كنشوف في الاستقبال مريحين الناس كنعرف واحد غيطو عندي اشنو كيتسناه. انا كنعرف هاد السيد ها هو كنعرف شنو عنده واش خاص يخدم معاه. السيد يلاه دخل وقف الاستقبال كنعرف هذاك اش عند السيدة ديالو وشنو كيتسنى. الاخر كنعرف شنو كيتسناه. الناس اللي باقي ما جاوش كنعرف شنو كيتسناه. انا في المباشر واحد شويه نسيت المباشر والله العظيم الى واحد الالم اشهد الله عز وجل. الحمد لله على كل حال. هادشي اللي عطا الله. تكلم بالفصحى عن قلت علاني اشعر بالالم بالتعب. الم عندي الم في الظهر كثرة الجلوس على الكرسي ساعات يوميا والالم يجعلني لا استطيع التركيز جيدا. عملنا مع بالفهم ليس القراءة فقط. التركيز حتى تستوعب وتفهم وتضبط امور وتسترسل. والالم يحجبك عن هذه الاشياء يعني يعيقك يعني. وانا الان في حيرة ما لا اعرف ماذا اقدم او اخر. واش الناس فقط تمر عندي لماذا اتكلم بهذه الطريقه؟ ما احب ان اكون ظالم للناس.
لأن الجلسات الناس تنتظر الدخول ليس كالخروج، في الخروج يكون نتيجة. النتيجة متوقفة على أمور فيها إلقاء، فيها قوة، فيها فهم. هذه الأشياء الآن مع الآلام كتولي هذا الشيء فيه إشكال. المهم حنا دقيقة إن شاء الله، دقائق بإذن الله عز وجل، ودعوتكم معنا ونرجع إن شاء الله عز وجل. واحد القهوة الجمهورية ترى حجة، تعرف كيقولوا المغرب الحجة، بسم الله. والله إلا جات واحد السيدة جزاها الله خير من هولندا، دعيو معها واحد الأخت فاضلة من هولندا، هذه ما شاء الله أحسن ما يكون، هذه يعني جيدة جدا. جبتي مسكينة، هذا مسكينة من هولندا والله العظيم، قالت لي الشيخ تبقاش تشري القهوة ديال الزنقة، ومن جابتها راك تتابعنا شفنا ما كنستعملهاش، سبحان الله العظيم. ف هاو ان شاء الله نرجع من بعد القهوة ديال الشعرية، صراحة ما ماشي صحية أصلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت فريد تقريبا يوقد الله على مرشين، خمس شهور تبع ولا أربع شهور. استعملته والله على مقلة مرة واحدة أو مرتين. إن شاء الله نشوف هذا بإذن الله عز وجل، نخدم معاه سي ماشي. طيب يعطيني واحد الدقائق معدودات. نرجو إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. حيت خصني نفكر مع هاد الأصول اللي كانت عندي، خصني نفكر دابا مع الأخوات كيفاش غنديرو معاهم. أنا ماشي مستعد غير دوز عندي في الحصة، هادشي ولقت ليهم. أنا خاصهم أنا عارف شنو كيتسناو. بحال الأخوات بحال الحالات هما كيقولك لا راه غير باغيين يسلموا. اللي باغي يسلم غادي طالعين، ولكن اللي حابسين علاش ما طلعوش دابا من قرينا عليهم الآيات؟ علاش؟ راه بغيت نفهم. قريت عليهم باش نشوف لو كانوا يسلموا يطلعوا، كنا عند المسلم ملي بديت كنقرا صمت وما تخلاو المغاربه ما كاينش حسهم. علاش؟ كاين الكبار في البدن، كاين الكبار. هاد الغرائب اللي كتوقع لهاد السيده ماشي غير ديال واحد اللي باغي يسلموا، كاين ما اكبر منهم. حتى هاد الحاس اللي كتكلم كاين ما اكبر منها، وانا ما اقول جيدا كنشوفو كنغربلو كنفكرو كان. اذا ملي كتقول تشمر تدخل معاهم تلقى عجائب وغرائب، ماشي يلاه كنعيش بحال الحياة، تلقى عجائب وغرائب، هما غيعيشو عجائب وأنا غنعيش معاهم عجائب، وغاد المسألة غاد المسألة ديال المتابعة ومسألة ديال الوقت هي اللي فيها الإشكال. أنا كنقولها ونعاودها، ماشي مشكل في الفهم، الحمد لله جزاك الحمد لله كلشي كيشهد على الفضل وعلى الخير وعلى النتائج، راه المشكل هو في المتابعة والوقت، هو اللي أنا مقيد به، هو اللي قلت لهم راه مصالحتهم تكتب معاهم مصالح قدامكم. هو اللي عندي فيه الإشكال. أما الفهم والمتابعة ما بالنسبة لي جلست ماشي مشكل، لكن شنو هو الوقت اللي باش نديك وقت طويل؟ هو اللي أنا ما نقدرش حاليا، قلتها اليوم. والمتابعة حاليا ما يمكنش أنا الآن اللي عنده شي موعد ولي كنتبع معاه باش ننهي الناس اللي هزمتي. أما ملي غنتبع معاك عندك جوج جلسات وتقولي خاصك خمسة وستة وسبعة، كي غندير لك أنايا وأنا بغي نحيد الناس؟ إذا غنولي نقول لك تنكمل الناس ونتبع معاك غنولي موعدك. إذا أنا مبغيش بقى عندي وعد من الناس اللي كاين دابا يبقاو في ذمتي إلا فضلا مني، ليس إكراها وإجبار، لأن كون ذمتك كيكون حقك عندي أنت أنا ملزم نأديه. أما إلا كان غير فضلا مني أنا كنولي ملزم، لكن باب الطواعية وباب الخير كنقول ديك الساعة أنا حر، كنكون مرتاح، كنخدم معاك مرتاح. ماشي بحال، فهموني شنو كنقصد، ماشي بحال أنا كنسالي الشيخ لو كان باقي عندك ناس وعدتيهم واحد، لأن الشيخ راه مجاوب وقلت له ماشي دابا واحد، الناس راه دازو حسوا باقي ما كملش معاهم واحد، يبقى لقات لك لائحه اخرى حتى دخلتي في شهرين اخرى، اذا ما درتي والو. صح ولا لا؟ بغيتكم تفهموا كلامي جيدا. انا اللي عنده شي موعد كيدوز باذن الله، لكن من بعده كيولي التواصل معي انا شخصيا، وديك الساعه نرتب معاه، نشد واحد نبقى معاه النهار كامل ما عنديش مشكل. لكن ما نجيش نقول لي لا فدمتي لا ملزم لا باقي كنتسال لا حصه ما دزتهاش، هذه هي اللي انا كنتعب وصابر باش نحيدها عليا. كنتمنى غير كلامي يوضح، ماشي معنى ما غنعاونش الناس، ماشي معنى ما غاديش نخدم مع الناس ابدا، بالعكس نكون ساعه انا مرتاح اكثر اللي كان لي ساعه عندي تبع الساعات، لكن حتى هو اللي عندي في النهار ولا جوج ما عنديش مشكل. كنتمنى غير تستوعبوا الامر، نكون غير حر
كنخدم من باب الفضل انا مرتاح، لكن ماشي من باب الالزام والاجبار. حيت دابا انا مريض وخدام، علاش؟ من باب الالزام والاجبار. حيت واخا الناس يقول لي انت مريض غير سير ارتاح، كيبان الناس عندهم طياره، الناس عندهم فنادق، الناس جايين مع ولادهم، مفهوم؟ ولو يمكن انا واش نمشي ارتاح، انا كاع غنمشي للدار ونبقى كنفكر فيهم بحال ما ارتاحيتش. عقلي كيفكر الناس هنا مساكن، الناس كذا، الناس كذا، بحال ما تبغى. اذا نصبر وفي نفس الوقت مع الالم خصك تحاول تشاهد باش تكون نتيجه، وشي ماشي ساهل. من ربنا لا تحملنا بقدر، غنحاول اقسم بالله حتى نحس بالالم نوصل للحد ديالو، الساعه فوق طاقتي لا اعلم الله اللي كيعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.